الموجز الرياضي، أهلا بكم. حسم نادي الهلال حسابات دوري عبد اللطيف جميل لمصلحته رسميا بعد أن تجاوز نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن مواجهة الجولة 24. الإخبارية تسلط الضوء في هذا التقرير، نتابع. عاد الهلال إلى تحقيق لقب الدوري الذي غاب عنه خلال الأعوام الخمسة الماضية بعد تغلبه على الشباب، ورفع الفريق رصيده إلى 60 نقطة قبل ختام المسابقة بمرحلتين، إذ سيواجه الوحدة في المرحلة المقبلة وسيتوج بالبطولة أمام غريمه التقليدي النصر في الجولة الأخيرة. ومرت مسيرة الأزرق بالعديد من التقلبات والمنعطفات الهامة والمؤثرة، حيث خسر لقب كأس السوبر من أمام الأهلي قبل أن تشهد بدايته تذبذبا في مستويات الفريق، اضطرت الإدارة إلى إقالة المدرب الأوروغوياني غوستافو ماتوساس والاستعانة بالأرجنتيني رامون دياز الذي نجح في قيادة الفريق إلى اللقب، مكررا إنجاز مواطنه كالديرون الذي حقق معه الهلال آخر لقب للدوري عام 2011. وتعد بطولة الدوري الأولى للفريق تحت قيادة رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، وهو اللقب 14 في الدوري بمختلف مسمياته للزعيم الهلالي. شدد مدرب نادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز أحقية فريقه بالتتويج بلقب دوري جميل بعد الفوز على الشباب البارحة، رافضا وصف المنافسة على النسخة الحالية للدوري بالضعيفة، وأكد سعيه لمواصلة الانتصارات في الجولتين المقبلتين لتحطيم الأرقام القياسية على مقاييس القوة الهجومية والصلابة الدفاعية ومجموع النقاط، مع عدم إغفال أهمية التوازن مع بقية الاستحقاقات المتمثلة ببطولتي كأس الملك ودوري أبطال آسيا، وأرجع الفضل في التتويج باللقب إلى كافة العاملين بالنادي والجماهير الوفية الداعمة. أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما والتي أجريت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور منتخبنا الوطني لدرجة الشباب على رأس المجموعات الرابعة، وجاء في ذات المجموعة منتخبات اليمن، تركمانستان والهند، وسيستضيف منتخبنا مجموعته في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين، في حين حل منتخبنا الوطني لدرجة الناشئين تحت 16 عاما في المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا إلى جانب منتخبات أوزباكستان، الأردن، البحرين وسريلانكا. وستقام التصفيات التي يستضيف فيها منتخبنا مجموعته خلال شهر سبتمبر المقبل.